حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقائي المستمعين، تحية طيبة. عماد الدين رائف يصحبكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. تضيء حلقتنا اليوم على احتفالية مميزة جرت فعالياتها على مسرح المركز الثقافي الروسي في بيروت أمس الأول لمناسبة الذكرى 60 على تأسيسه تحت عنوان الأجيال. وتكمن أهمية الاحتفالية في تكريم أزواج من المواطنين الروس واللبنانيين مضى على حياتهم الزوجية معا بمحبة ووئام ربع قرن من الزمن، بالإضافة إلى تخريج للطلاب الذين أنهوا المرحلة المتوسطة والثانوية في المدارس اللبنانية من روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وقبل ذلك نتوقف مع الفقرة السياسية التي ساهم في إعدادها الزميل فؤاد خشيش. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. انصب اهتمام روسيا هذا الأسبوع على تطور الأوضاع في ليبيا ومصرع العقيد الليبي معمر القذافي الذي شكل انعطافة مهمة في تطور الأوضاع. القذافي مات، ماذا يعني ذلك روسيا؟ انتقد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بشدة نشر لقطات مقتل معمر القذافي قائلا لقد قتلت عائلة القذافي بالكامل تقريبا وعرضت جثته عبر كافة المحطات العالمية ولا يمكن رؤية ذلك بدون قرف. واعتبر بوتين خلال اجتماع المجلس التنسيقي للجبهة الشعبية الروسية أن مجتمع وسائل الإعلام يوجد فيه أناس يتعين عليهم فهم ما يفعلونه وعليهم تحمل مسؤولية ذلك من الناحية الأخلاقية قبل كل شيء، وأضاف لا أتحدث عن الجانب السياسي فهذا موضوع منفصل، هناك حرب أهلية، ولكن أن يعرض هذا على الشاشات ليراه ملايين الناس بما فيهم الأطفال فهو أمر ليس فيه أي شيء حسن. وقد اعتبر أحد قادة الحزب الشيوعي الروسي إيفان ميلينكوف أن مقتل الزعيم الليبي السابق بهذه الطريقة البربرية يعيدنا إلى العصور الاستعمارية، وخصوصا أننا في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يرجع بالدولة الأفريقية إلى العصور الوسطى. وأضاف أعتقد أن العالم اليوم أمعن النظر عن كثب في الصور المنشورة وأشرطة الفيديو التي تناقلتها وسائل الإعلام لعملية قتل القذافي. هذا لا يدل فقط على مقتل القذافي وإنما يكشف صورة لعملية تمزيق وتهديم لسيادة دولة مستقلة على الطريقة الأمريكية. وبهذا يتم الاستيلاء نهائيا وبرغبة محمومة على موارد تلك الدولة الغنية، وأن الأمريكيين غير معلنيين على الإطلاق كيف سيستمر الوضع حتى لو عادت ليبيا إلى القرون الوسطى بحسب ميلينكوف. وهذا الوضع يتطلب من روسيا أن تتعلم الدرس، ومن هنا يجب علينا أن نعمل وبشكل جدي من أجل خلق عالم متعدد الأقطاب كما أضاف القائد الشيوعي. ووفق موسكو أحد الأدلة على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الأحداث وما يكشف كذبها هو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما حين قال هذا الأسبوع حققنا عملين مهمين كدليل على الدور القائد للولايات المتحدة، الأول اتخاذ قرار بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق، والثاني مقتل معمر القذافي. لقد تعهد الأمريكيون مرارا وتكرارا للعالم أن هدفهم ليس القذافي شخصيا، لكنه بعد الإعلان عن وفاته تم الإعلان بشكل واضح عن انتهاء عمليات حلف شمال الأطلسي. وقد رأى العالم مدى سرور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بهذا الحدث عندما تبلغت نبأ مقتله على هاتفها. من جهتها رأت موسكو أنه مهما كان موقفه من الزعيم الليبي معمر القذافي فهو سقط أثناء الدفاع عن وطنه
مع الإشارة كيف كان المتمردون يلوحون بأعلام الولايات المتحدة الأمريكية كامتنان على قصف الولايات المتحدة لبلدهم وإذلالهم ونشر الفوضى في بلادهم، وكيف أن الغرب وضع يده على مواردهم سواء أرادوا ذلك أم لا. Огни гирлянды развесят город на домах, когда в театрах музыканты ждут дирижера первых знак. Когда я вечером скучаю, могу ли я тебя просить меня к себе на чашку чая? Ты не смогла бы пригласить. Замечаю, и в этом есть твоя вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина. Под старинным абажуром, что излучает мягкий свет, до самой полночи сижу я, и ничего прекрасней нет. Но разговор не бесконечен, пришла пора благодарить за пустый чай, за теплый вечер, что ты смогла мне подарить. نصل إلى موضوع حلقتنا اليوم ونضيء على نشاط متميز لجمعية النساء الناطقات باللغة الروسية في لبنان بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي في بيروت، تطلعنا عليه عبر تقرير الزميلة كارولين بزي. احتفل المركز الثقافي الروسي بمرور 60 عاما على انطلاقته في بيروت، وحضر الاحتفال سفير روسيا في لبنان ألكسندر زيسيبكين وممثلة وزير الثقافة ديما رعد ومدير قصر الأونسكو أنطوان حرب. استهل الحفل بالنشيدين الوطني اللبناني والروسي
وألقى السفير الروسي كلمة للمناسبة ركز فيها على أهمية التواصل بين الأجيال في الجالية الروسية في لبنان وعلى إيلاء الخارجية الروسية بشكل عام وسفارة روسيا الاتحادية في لبنان بشكل خاص للمناسبات الاحتفالية التي تجمع أبناء الجالية وتصلهم بوطنهم الأم. وخلال الحفل كرم السفير الروسي الأزواج اللبنانيين المتزوجين من روسيات والذين تعدت سنوات زواجهم 25 عاما. بدورها كرمت ممثلة وزير الثقافة ديما رعد الناجحين في الشهادات الرسمية، وقدم مدير قصر الأونسكو أنطوان حرب شهادات تقديرية للطلاب الناجحين في الجامعة. وكان لممثلة وزارة الثقافة كلمة لفتت خلالها إلى أهمية المركز الثقافي الروسي. أول شيء العلاقات الروسية اللبنانية مش جديدة، من زمان هذا المركز تاريخ وعراقة 60 سنة. كنت مفكرة أنا صار له أكثر من هيك، لأنه قد ما بيعملوا نشاطات وكثير نشاطاتهم وتعاونهم مع حتى الجالية اللي عندهم، إن كان بالنسبة للأولاد اللي هن يعني المرأة والرجل المتزوجين في لبنان، فنحن بهذه المناسبة طبعا عندنا نشاطات دائمة مع المركز الثقافي الروسي إن كان على الصعيد الفني أو الإبداعي، ولذلك بنقول لهم مبروك لكل اللي أخذوا الشهادات. وحتى لاحظت شغلة لطيفة جدا هي أنه تذكروا الكابلز يلي صار لهم 25 سنة مع بعضهم اللي متزوجين روسي يعني لبناني أخذ روسي أكثرهم هيك، أنه الجالية قديش متابعتهم ومهتمة فيهم. هذا أكبر دليل على حضارة هالشعب بكل ما يحمله من ثقافة وفن وعراقة وإبداع. شكر المكرمون روسيا والمركز الثقافي لتقديماته المتعددة وللاحتفال المميز الذي أقاموه. اسمي دانيال صفا، أخذت شهادة الترمينال هلأ من السنتر الروسي، لأن تخرجت من الترمينال وعن جد كان الشغلة كتير حلوة هيدي اللي عملوا لنا إياها السنتر الروسي لقلنا للمتخرجين اللي منهم هنن بروفات ترمينال ومتخرجين من الجامعة، وهيدي يعني تقدمة من السنتر الثقافي الروسي. تأخروا فيها بس مع أنه كانت كتير منيحة لقلنا ورفعت لنا معنوياتنا للدراسة بعد زيادة كمان، أنه عشان تاني سنة نكون كمان متخرجين من الجامعات اللي ترمينال اللي هيك يرجع يكون على الستيج مثل ما هلأ كان. كتير مبسوطين مع بعض، 36 سنة مثل 36 اليوم أو 36 أسبوع، كتير مبسوطين مع بعض. المركز الثقافي شكرا له، شكرا لأنه علمنا، شكرا لأنه عرفنا على ناس طيبين وعلى ناس قدروا يتحملونا نحن بوضعنا الصعب بلبنان، وإجوا شكرا لهم لأنه إجوا لعنا لهون وعاشوا بهالظروف الصعبة هاي. الحقيقة فترة يعني مش قليلة، فترة منيحة، يعني الإنسان خلالها بيتعرف على ثقافة تانية، لأنه لما أنت بتتعلمي ببلد ما بيكفي أنك تتعرفي على هالثقافة إلا إذا كان في يعني زواج مختلط، فالزواج المختلط بيساعد على تنمية الثقافة عند الجهتين، يعني هي تتعرف أكثر على ثقافة بلد زوجة وهو بيتعرف أكثر على الثقافة على طريقة الحياة وعلى الهيدا، والحمد لله يعني كانت تجربة ناجحة باعتبارها الإنسان بيشعر على أنه له قيمة، عرفت كيف؟ لأنه يعني في ناس كتير بتعيش مع بعضها 30 سنة و 40 سنة و 50 سنة كأنه شيء طبيعي، بينما بهالعصر اللي نحن عايشينه يعني نسبة الطلاق كتير عالية، ما في تضحية هيدي سببها وما في تفاهم متبادل، فأنا بتصور هيدي كتير لفتة حلوة. في الختام أقيم حفل فني للمناسبة تخلله غناء أوبرالي للفنانة إلينا فالوشونا، كما قدمت رقصات متنوعة على أنغام الموسيقى الروسية والهندية.